يلا بينا يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على القناين بتاع بي اي سي ال 2. عارف ان في جزء ما اتاخدش اللي هو من اول 60 لحد البيج بتاعتنا اللي هو 67، الجزء دوت ما اتاخدش، ده هيتحللك كده ولا كده ان شاء الله. يبقى احنا بناخد كل مره حوالي بتاع 10 صفحات وبنسيب 7 صفحات بقى للكلام دوت، هيقوم جاي ينزل لك في صوره ريفيجن، لان انت كده ولا كده معاك كل الكتب محطوطه هنا اهم الافكار بتاعتها، فما فيش مشكله ان احنا ناخد جزء جزء لان احنا بنكتب كميه نوت كتيره. فعايز حضرتك ما تقلقش، كل الكلام ده هيتحللك، احنا هناخد الجزء الكبير بنحله وان شاء الله هنخلص بدري. فهتلاقي نفسك ان شاء الله محتاج ان انت تراجع، فالاجزاء اللي احنا سايبينها ديت هنراجع بيها، لان كده ولا كده مجمعين لك من كل الكتب، فما تقلقش من حاجه. اكتب معايا النوت بسم الله ويلا بينا. Precipitate of group A are white. أني جروب من دول؟ HCl ولا سلفوريك أسيد ولا باريوم كلورايد ولا كل دول؟ رد معايا كده، هو رمز HCl إيه؟ ها؟ رمز الكلوريك اللي هو HCl، رمز سلفوريك أسيد رمزه إيه؟ H2SO4، صح؟ مش معقولة كل ده ما تعرفش الرموز. على قد ما تقدر هتركز، على قد ما تقدر تعرف تهبد، أبدل وأسأل عن الفالنسي، وبعدين في حاجات محفوظة، تمام؟ زي السلفوريك اسيد زي اتش سي ال عشان توفر على نفسك وقت. باريوم كلورايد طبعا بي اي سي ال 2 واضح هو ده الاجابه الصح. لو تفتكر احنا شغالين شرح في السنتر قلت لك ركز كل البريسبتيت او معظم البريسبتيت في الحته ديت كلها ايه؟ وايت، المعظم بتاعها وايت ما عدا واحد بس اللي هو لونه يالو اللي هو بيدوب في الزياده من الامونيوم سوليوشن. يبقى طبعا الاجابه مين؟ بي اي سي ال 2. طب HCl لا ده بيطلع بريسيبتيت يا اما مش لازم تكون وايت، ده بيطلع جاز كمان صح؟ والجاز يا اما ما يكونلوش ريحه يا اما يكون له ريحه، سواء بقى الريتيتنج سواء بقى ديسميل. ركز معايا وراجع. H2SO4 نفس الفكره، جاز بيحصل له بارشال اوكسدايز، انما ده كده بيحصل له صوره بريسيبتيت، وغالبا الالوان بتاعتها بتكون صوره بتكون فين؟ في الوايت. ماشي، يبقى اول واحد اللي هو BaCl2. طبعا حضرتك انت هتعرف منين؟ من كتر ما انت بتحفظ بتقسم كل حاجه لوحدها، فانت عندك بي اي سي ال 2 انت مقسمها لوحدها صح؟ هتقسم اتش سي ال لوحده، هتقسم اتش 2 اس او 4. هو احنا اخدنا كام اناين من حيث الاستابيليتي؟ رد عليا كانك عارف في السنتر، يلا كام اناين؟ 3، يا اما انستابل يا اما مودريت يا اما ستابل. ماشي، ويتش اوف ذا فولوينج ارينجمنت The solution of silver nitrate. مين من دول بيتكلم على silver nitrate؟ لو سمحت اشتغل معانا. رمز السيلفر Ag، رمز النيتريت NO3، واسال عن الفالنسي، الاثنين مونو فالنت فقد بعض راحوا مع بعض. طب راحوا مع بعض يطلع عندي ايه؟ AgNO3. ركز كده، AgNO3 اتفقنا انت عندك 6 حاجات. رد مع ان احنا رسمينها مع انها متاخده AgNO3 تكشف بيها عن مين؟ تكشف بيها عن السلفايد صح؟ وتكشف بيها عن مين؟ عن السلفايد SO3. يبقى انت كشفت عن 2 في الانستابل، وكشفت 3 في المودريت اللي هو CL والBR والI. عايز طبعا تكتب النوت في الصفحه اللي وصلها ماشي. و AgNO3 تكشف عنها مع مين؟ PO4. يبقى واحد في الستيبل، واحد في الستيبل، 3 مودريت، 2 انستيبل صح؟ فلما تعدهم هتلاقيهم كام؟ 6 اناينز. ماشي يا باشا ماشي، كمل. هو عايز ايه؟ هو بيقول لك AgNO3 مع PO4. رد عليا لو سمحت، PO4 اللي هو الاخير ده AgNO3 بتدي ايه؟ بتدي يلو بريسبتيت صح؟ صح، الله ينور. يلو بريسبتيت، وخد بالك من حاجه، التيرو ريسبتيت بيدوب ولا ما بيدوبش في الامونيا سوليوشن؟ ها؟ بيدوب. اصل انت اللي عندك هنا اي جي اي يالو بس ما بيدوبش. اصل اللي عندك هنا سي ال وايت صح؟ يتحول ليه بالسلايت؟ لفايلت. هنا وايت يالو يتحول لدارك، هنا يالو ما يتحولش. هنا وايت تيرنز انتو بلاك باي هيتنج، فوق بلاك صح؟ اديك عمال بتراجع الاناين كلها، عشان كده النوت بتاعه الهوم ورك لو سمحت كانها مهمه جدا، كانها بتاعت الشرح، كانها مؤمن النوت بتاعت ايه؟ الشرح. الشرح صح، الله ينور يا مؤمن، متشكرين. طيب يعني معنى كده انت هتتكلم ان هو من لونه ايه؟ يالو. يلا نشوف مين اللي هو لونه يالو. جرين، يالوش وايت، وايت، يالوش وايت. فانت دلوقتي شغال مع مين؟ مع بي او 4.
بي او 4 هو لونه وايت جرين؟ لا طبعا مش جرين. يلو وايت انا لو منك اهو يعني حتى ما فيش ولا وايت، خد بالك ولا وايت برسبتيت، ولا وايت برسبتيت، لازم يكون لونه اصفر. يبقى هنا يلو وايت وهنا يلو وايت، ماشي كمل. مع اي جي اي، اي جي اي لونه يلو، اه انت كده شغال مع لونه يلو صح. انت هنا عندك يلو وايت، ليه هو المفروض يلو بس انت ده الاقرب اجابه. يبقى انت عندك يلو وايت وهنا يلو وايت، يبقى يا اما بي يا اما دي. مع الاي لسه قايلين لونه يلو صح، فيطلع لونه يلو باين قوي. انما مع الاي يدي وايت؟ لا، مع الاي احنا بنختار يا اما بي يا اما دي. مع الاي يدي وايت؟ لا طبعا، ده اللي خلاني اقول الاختيار ده غلط. مع السين لا اتاكد، اه هيطلع وايت يتحول لفايلت، لسه قايلينها صح باي سان لايت. ما انت لو حافظ الدايجرام، ما انت لو حافظ النوت. السلام على النوت، السلام يا مؤمن، السلام. شفت الكلام؟ السلام على النوت. هتلاقي الكلام ده، هتلاقي هنا وايت، انما السي ال لونها يلو. ده يا باشا وش الكلام ده غلط، انا مش هكمل. يبقى ده اللي تشويس الصح، ده اللي تشويس الصح. طبعا انت لو عايز تكمل احنا كده ولا كده، لسه كنا قايلينها فوق، اس او 3 يطلع وايت، اس لونه بلاك، طبعا وايت يتحول لبلاك باي هيتنج. يبقى انت كده ده هو اللي تشويس الصح، وان كان مفيش يلو فانت ما تضيقش على نفسك، ما تبقاش ضيق. ماشي اقلب الصفحه ولا ما تقلبهاش؟ لا اقلب الصفحه، يلا الصفحه خلصت، اشتغل معانا. ده فجأة represent adding solution of silver nitrate. فاكر silver nitrate رمزه ايه؟ AgNO3. واسأل عن الفالنسي، قد بعض راحوا مع بعض. AgNO3 to a ion of produce. اوعى تزهق من كتر ما اقول لك اكتب الرمز، لان بدايه الهبد افتكر كلامي والله العظيم. زي ما بقول لك احنا خلاص يا نجم قربنا قربنا، كل مره وقتك عمال يقل. بدايه هبد الكيمياء انا بقول لك اهو، عشان تعرف تعمل صح، تكتب السيمبل صح، تكتب الكيميكال فورمولا صح. هتفكرك بحاجات كتير. انت لو حافظ الدايجرام اللي احنا قلنا عليه، الدايجرام اللي متوزع عليه في الورقه الكبيره، حافظ الدايجرام كل الدايجرامز اللي احنا بناخدها، هتلاقي نفسك فاكر اي جي ان او 3 وش وش، فهتفتكر على طول عقلك الباطن هيوم جاي يفتكر الكلام ده. فانت عندك هنا اي جي ان او 3 مالها تو سوليوشن، هتزود اي جي ان او 3 تو سوليوشن بروديوس يلو بريسيبتيت. يلو انت عندك حاجه من اتنين، ها رد عليا، يا اما مين يا اما مين، يا اما اي اي جي اي، يا اما بي او 4، يا ده يا ده. Then adding sufficient amount of ammonia solution. لما تزود ammonia solution. Ammonium solution اللي هو مين؟ اللي هو NH4OH. رد عليا اهو AGI، انا دي بتكلم معاك. عطى اثنين، واحد لونه يلو والتاني لونه يلو. اول واحد اللي هو AGI اهو. يبقى انت بتكلم نفسك، والله انا عندي اول precipitate AGI. ابدل واسال عن الفالنسي، واسال عن الفالنسي. قد بعض راحوا مع بعض، ادي اي جي اي، تعال اشتغل الاي جي مع البي او 4، فيطلع عندي اي جي بي او 4، واسال عن الفالنسي، واسال عن الفالنسي، يبقى بي او 4 3 اي جي 1، فيطلع اي جي 3 بي او 4. خد بالك هما الاثنين لونهم ايه؟ يالو. بس مين اللي بيدوب في الزياده من ان اتش 4 اتش؟ ها طبعا ده مش بيدوب، انا بتكلم معاك اهو في الاول، لسه ما قريتش ما كملتش السؤال. ده كده ده كده سوليد، ده ماله؟ انسوليبل، انسوليبل ما يدوبش، ما بيدوبش. دوت ماله؟ ده سوليبل يدوب. يبقى ده اللي بيدوب، ده اللي ما بيدوبش. ماشي اما نشوف هو عايز ايه. Then adding sufficient amount of ammonia solution to the form of precipitate. Precipitate B، يبقى بيتكلم عن B صح؟ رد عليا. B شايف اللي حصل له ايه؟ قعد يتكون بي، قعد يتكون، قعد يزيد لحد ما وقف عند نقطه ورجع يقل تاني. قعد يقل تاني يعني ايه؟ مؤمن بقول لك ايه؟ انت عندك اثنين برسبتيت، اثنين ماده سوليد تمام؟ واحد بيدوب، واحد بيدوب، واحد مش بيدوب. بص الدياجرام بتاعك بي، رد عليا، هو ده كده اتكون بعد كده نزل تاني. بص ايه؟ اتكون بعد كده ثبت. يبقى مين اللي داب فيهم؟ بي ولا ايه؟
بي عشان نزل تاني صح كده؟ صح الله ينور. اديك اهو بتفكر اهو بتتكلم مع نفسك اهو. يبقى معنى كده بي هو اللي داب. طيب مين اللي بيدوب هنا؟ اهو اي جي 3 بي او 4 صح؟ اللي هو اسمه ايه؟ سيلفر فوسفيت صح؟ فمعنى كده ده اللي بيدوب. هو بيقول لك بي بيمثل ايه؟ انت عارف اي جي اي قاعد عمال يزيد يزيد لخلاص ما هو مش بيدوب لحد ما ثبت. زود ان اتش 4 مش هيدوب، زود ان اتش 4 مش هيدوب. يبقى ايه اللي هو اي جي اي؟ ان انا بتكلم اي جي 3 بي او 4 اللي هو سيلفر فوسفيت. فانت عارف الرمز تعرف تكتب الكيميكال فورمولا والعكس. ماشي السؤال اللي بعده. برسنتج اوف ريميننج اللي متبقي برسبتيت باي ادينج اباندنت كميه زياده في امونيا سوليوشن ان اتش 4 اتش 2 برسبتيت الاثنين برسبتيت having the same mass of silver iodide and silver phosphate. يلا اكتب الرموز لسه قايلينها. اكتب الرموز silver iodide رمز السيلفر اي جي رمز الايودايد اي واسال عن الفالنسي واسال عن الفالنسي قد بعض راحوا مع بعض فيطلع اي جي اي. ماشي يا سيلفر ايودايد لمين بقى؟ كمل سيلفر فوسفيت رمز السيلفر اي جي رمز الفوسفيت بي او 4 واسال عن الفالنسي واسال عن الفالنسي البي او 4 الفالنسي بتاعتها 3. قلت لك ما تزهقش محتاج تكتب رموز بدايه هبدك كتابه الرموز. بي او 4 فالنسي بتاعتها 3 اي جي فالنسي بتاعتها 1 يبقى اي جي 3 بي او 4. لسه قايلين مين اللي مش بيدوب؟ ده مش بيدوب. مين اللي بيدوب؟ ده بيدوب اهو ده كده بيدوب. لسه قايلينها فوق ربنا ابو الدكاتره. يلا هندسه سمي الله هتزود ان اتش 4 اتش خلاص انت عرفت ده مش بيدوب ده بيدوب. هو عايز ايه؟ عايز النسبه بتاعت الريميننج برسبتيت. رد عليا اللي متبقي ده بيدوب. عارف يا باشا يعني ايه بيدوب؟ يعني بخ خلاص ما بقاش موجود ده بيدوب اهو هوبا ده بيدوب. انت كنت حاطط كام؟ حاطط 2 قد بعض في الماس فطلع لك 2 برسبتيت واحد داب والتاني ما دبش يبقى النسبه اللي اتبقت كام؟ 50%. واخد بالك ولا ايه؟ النسبه اللي اتبقت 50% ما تكون لك 2 واحد داب والتاني ما دبش. احلى مسا عليك ركز على قد ما تقدر. يلا بعد كده كاتاين بتاع مين responsible for forming two yellow precipitate. يا سلام 2 yellow precipitate ده انت كده بتتكلم على مين؟ بتتكلم على السيلفر اي جي. الكاتاين بتاع السيلفر خد بالك اتكلم على مين كاتاين. رد عليا ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يتكتب على الشمال ولا على اليمين؟ على الشمال صح. اللي هو مين؟ اي جي اي اي جي 3 بي او 4. يبقى الكاتاين بتاع مين؟ انت بتتكلم على السيلفر اهو ده كده اسمه كاتاين. ده كده اسمه كاتاين. كاتاين السيلفر بيدي 2 يورو برسبتيت. بقول لك الدايجرام بتاع اي جي ان او 3 اللي بيكون 6 برسبتيت اللي قلنا عليهم لازم تكون حافظه. وش بص بص ان شاء الله افتكر كلمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اهو 4 مرات زي السنه اللي فاتت. ان شاء الله يجي لك في الامتحان اكزام ان شاء الله 2023 يا مسهل احوال يا رب يا رب يا رب ما تضيع تعبنا يا رب يا رب كليات قمه يا رب قولوا امين يا رب. ماشي يبقى هنا الكاتاين اللي هو جزء مين؟ البوزيتيف اللي هو عنده اي جي. كمل بعدها لما تيجي تعمل ديتكشن للسلفيت اين. سلفيت اين رمزه ايه؟ اس او 4 وايت بريسيبتيت. وايت بريسيبتيت از فورمد ويتش. يلا دكتور لما تعمل ديتكشن للسلفيت وايت بيتكون وايت بيتكون يبقى انت بتتكلم على السلفيت صح؟ السلفيت اس او 4 فبيدي وايت. الاس او 4 بيدي وايت امتى؟ لما كنت حاطه مع بي اي سي ال 2. طريقه التفكير ازاي؟ انت عندك السلفيت رد عليا ده انهي انين؟ ها الانستيبل ولا المودريت ولا الاستيبل؟ الاستيبل صح. اس او 4 اخر واحد في الاستيبل. فانت بتكشف عن اس او 4 عن طريق ادينج مين؟ بي اي سي ال 2 سوليوشن. بي اي سي ال 2 سوليوشن صح باريوم كلورايد سوليوشن. فالبي اي مع الاس او 4 هيطلع وايت. وانا قلت لك
الوان البريسيبتيت في الاريا دي ده بيكونها وايت، فده هيطلع وايت. ماشي. لو تفتكر البي اي البي اي مع البي او 4 كان لونه وايت، بس فرق الاثنين ايه؟ واحد بيدوب والتاني مش بيدوب. يعني معنى كده ده مش بيدوب، ده كده مش بيدوب صح، والتاني بيدوب اللي هو كان مع مين؟ كان مع بي او 4. فمين طبعا doesn't dissolve in H2SO4، يبقى دي الاجابه الصح اللي هو الوايت بريسيبتيت اللي مع بي اي اس او 4. Anion react with cation to form salt. Anion react with cation to form salt that are sparingly soluble. معلش كلمة sparingly soluble اعرفها لي، احفظها لي، معناها شحيح، شحيح الذوبان. يعني ايه؟ يعني بيدوب بالعافية. sparingly soluble معناها بيدوب بالعافية. مين بقى باشا؟ الانين اللي هي بتتفاعل react with cation، cation بتاعت مين؟ form salt that are sparingly soluble. الانين بتاعت مين او الانين رياكت مع الكاتاين، انهي كاتاين اللي هي sparingly soluble؟ رد عليا. هو اكتر حاجه مشهوره بالنسبه لك اللي هو السيلفر صح؟ عارف ليه؟ لان السيلفر فيه 6 بريسيبتيت صح؟ يبقى انت كده محتاج تختار السيلفر. انت عندك صوديوم؟ لا اتفقنا اي حاجه فيها صوديوم بتدوب، يبقى معنى كده الصوديوم بره القصه. قلت لك احفظ النوت، الصوديوم بره القصه مش مسؤول، احفظ النوت. ما تبقاش معلش ناسي في الكلمه، النوت اللي معاك دي يعلم ربنا انها مش معاك كتير. ففي حاجات كل مدرس بيسال بيها على الطلبه بتوعه، فلو سمحت اللي معاك ده اشتغل بيه وهتشوف الفرق. بس مش معنى الكلام بقى دوت ان انت خدت النوت وتبقى مريح، لا لازم تشتغل. ربنا بيدي الواحد على قد التعب مش على قد الموهبه. ما تفكرش نفسك ان انت هتلقطها في ثانيه، مفيش الكلام ده، لازم تتعب، هي كده لازم تتعب. ماشي يا مسالح ولا رب. يبقى الصوديوم في النوت، وهتلاقي البوتاسيوم الجماعه دول على طول بيدوبوا، يبقى ده وده بره القصه. انت محتاج تختار مين؟ سيلفر. سيلفر ومين؟ سيلفر وصوديوم. صوديوم اهو نفس الفكره، اي حاجه فيها صوديوم بتدوب، يبقى ده كده بره القصه. يبقى الباريوم، واحنا اتفقنا ان مع الباريوم فيه غالبا بتلاقي الوان، والوان بتاعتها بيكون لونها ايه؟ وايت بريسبتيت. يلا شباب، اناين بتاعت مين؟ نوت بريسبتيتد وذ باريوم كاتاين. رد عليا، هو باريوم رمزه ايه؟ رمزه البي اي صح؟ ادي البي اي، واسال عن الفالنس، هو الفالنس بتاع البي اي كام؟ 2 صح؟ ماشي. لو تفتكر بي اي بي اي كنت بزود ايه جنبها عشان اكشف عن السلفيت، عشان اكشف عن الفوسفيت، يبقى بي اي كانت سي ال والفالنسي بتاع سي ال 1، فيطلع ايه؟ بي اي سي ال 2 سوليوشن، اي كيو سوليوشن، بي اي سي ال 2 سوليوشن. يبقى الاناين بتاعت مين؟ اديك اهو مش عارف الكلام، اهبد ازاي؟ ادي سؤال غريب، عشان كده بقول لحضرتك الهوم ورك بيكمل الشرح. فده سؤال غريب، اناين بتاعت مين؟ بتاعت الباريوم. قول لي ما مش حافظ. طب ما انت حافظ وانت عارف ان بي اي سي ال 2 سوليوشن بيكشف عن السلفيت والفوسفيت صح؟ صح. يبقى البي اي سوليوشن معناه انه دايب. رد يا عم مؤمن. بي اي سي ال 2 اهو مؤمن وبما يرضي الله. ماشي، وبما يرضي الله، بما يرضي الله. تجاوب بما يرضي الله؟ أجاوب. ولا تركز وخليك تجاوب بما لا يرضي الله؟ أجاوب بما يرضي الله. ماشي. بي اي سي ال 2 يعني معنى كده البي متحده مع مين؟ مع سي ال. يبقى انت لازم تختار مين في الاجابه، البي مع مين؟ مع سي ال. مع سي ال. هنا سي ال؟ لا. لا مش ده، صح؟ السلفيت سي ال؟ لا طبعا طبعا خالص خالص. لا امال مين السي ال؟ اسمه ايه؟ الدي اللي هي ايه؟ كلورايد صح الكلام. يبقى انت عرفت بي اي سي ال 2 كلورايد اهو، يبقى انت تهبد اهو، وطبعا مش الفوسفيت ولا السلفيت لان لازم يكون معاها كلورايد، يبقى انت تركز كلورايد وتزود عليها نوت، وتزود عليها نوت، وتكتب مع ان احنا كنا قايلينها راجع النوت، اكتب لي بي اي سي ال 2 دايما سوليوشن. معلش دايما سوليوشن مش سوليد مش برسبتيت. وعايزك تزود كمان اهو من خلال الكلام بقى، ده مش موجود في المعاصر السؤال ده، السؤال ده موجود في الموسوعه تمام.
من خلال بقى المعلومه دي زود كمان ان بي اي سي ال 2 معاها مين؟ بي اي وبي ار. يبقى واسال عن الفيلنس، ادي بي اي وتكتب له بي ار، هنا واحد هنا اثنين، يبقى بي اي بي ار 2. يبقى تكتب لي المعلومه دي ان بي اي سي ال 2 وبي اي بي ار 2 مالهم؟ بيدوبوا دايما سوليوشن. ماشي، فانت لو مش عارف السؤال، مش عارف اللي تشويس بتاعتك، اديك عرفت تهبد ازاي. يلا السؤال اللي بعده. بعد كده سوليوشن ذات جيفز بريسيبتيت ويز لارجست نمبر اوف اراين سوليوشن اوف، مين اللي بيدي رواسب مع اكبر عدد من الاناين سوليوشن؟ يا باشا طبعا طبعا، وانت مغمض ده احنا شبعانين منها، ده كل شويه يقول لك احفظ لي الاي جي ان او 3 وفيها كام اناين، تكشف عن كام؟ سته، منهم اثنين في الانستابل، منهم ثلاثه في المودريت، منهم واحد في الاستابل، رد عليا، منهم اثنين في الانستابل، منهم ثلاثه في المودريت، منهم واحد في الاستابل، اي جي ان او 3 بتكشف عن كام؟ رد، بتكشف عن كام؟ ستة، تكشف عن كام؟ ستة، منهم اثنين في الانستابل، منهم ثلاثة في المودريت، منهم واحد في الاستابل. ماشي، طبعا يبقى أكبر حاجة اللي هو مين؟ سيلفر نيتريت سوليوشن، ده السوليوشن بتاعتها، يبقى الإجابة هتكون نمبر سي. السؤال بعد كده ويتش أوف ذا فولوينج بريسبتيت وود يو اكسبكت تو بي يلو، مين اللي تتوقع ان يكون اللون بتاعه يلو؟ واحد من دول توقع يكون اللون بتاعه يلو. ماشي، بي اس او 4 لونه يلو؟ لا طبعا، لا طبعا. بي اي بي او 4 لا طبعا. واحفظ لي لو سمحت الوان الرواسب اللي عندك. لا لا مع ده ولا مع ده، واتفقنا ان معظم الرواسب في الاريا ديت بيكون لونها ايه؟ وايت. بي اي يبقى انت بتتكلم على بي اي سي ال 2، فبي اي سي ال 2 بتكشف عن اثنين، ادي طريقه تفكير بسرعه اهو، معلش. وعايز تسجل نوت تسجلها كده. لما بتكلم عن بي اي يبقى انت بتكشف عن الاثنين اللي هي الاستيبل، مين ومين؟ اس او 4 وبي او 4. فانت عندك بي اي اس او 4 وبي اي بي او 4 لونهم الاثنين وايت، صح؟ مش يلو. اي جي سي ال لونها وايت، انت حافظها. يبقى مين اللي تتوقع اهو اهو سؤال انت ما خدتوش، اللي هو باريوم كروميت سي ار او 4 اسمها كروميت، راجع اول هيستوري فيجن. يبقى باريوم كروميت طبعا، ممكن اكتب لك، عشان كده بقول لك لازم تحفظ الرموز. ممكن بدل ما اكتب باريوم بي اي اس او 4 اكتب لك باريوم مين؟ سلفيت، واكتب لك باريوم مين؟ فوسفيت، واكتب لك باريوم كروميت، واكتب لك سيلفر كلورايد، وانت تقعد بقى تشوف الاسماء مع السؤال اللي تتوقع، يعني انت مش واخد اللون بتاعه في المنهج فتشوف الكلام ده تقعد يا لهوي انا ياما الكيمياء صعبه. طب ما انت باشا اتقل كده واركز وان شاء الله ربنا هيكرمك. انت حافظ الالوان وانت معاك دياجرامز بالهبل والملخصات بتاعت النوت اللي بقول لك عليها، وش ان شاء الله هي اللي هتيجي ان شاء الله، ثق في ربنا ان ده هيحصل ان شاء الله. طيب انا دلوقتي هتوقع، يعني معنى كده في ماده انا ما خدتهاش، صح؟ ماشي، طب انا هعرفها منين؟ اهو يا معلم اي جي سي ال، ما انت حافظ ام لونه، لونه وايت يتحول لفايلت بالستار لايت، يبقى مش ده. طب ده ما هو لونه وايت، اتفقنا في الحته ديت لونها وايت، يبقى لا ده ولا ده، ما انت حافظ. يبقى طبعا تختار مين؟ ده بي اي سي ار او 4. طيب